بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوع دقيق، الفرق بين المتعة وبين السعادة، والفرق كبير جدا. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل. خالق السماوات والأرض، العليم الخبير الذي خلقنا وهو يربينا وإليه المصير، ينبئك أيها الإنسان ويكلف النبي أن ينبئك. قل متاع الدنيا قليل. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الإله يقول لك قليل، والإنسان أحياناً يرى الدنيا هي كل شيء، المال كل شيء، ودائماً وأبداً لك موقف من المال في البدايات، المال كل شيء، في منتصف الحياة المال شيء وليس كل شيء، قبيل الموت المال ليس بشيء. كل شهوات الدنيا بالبدايات لك موقف، بمنتصف العمر لك موقف، في النهاية لك موقف. من هو البطل الذي عرف الحقيقة قبل فوات الأوان؟ أولاً، الإيمان لك خيار معه، خيار وقت، لكن أنت تملك خيار رفض بمليون موضوع، مليون موضوع. خطبت فتاة لم تعجبك أخلاقها، رفضتها. عرضت عليك وظيفة دخلها قليل وجهدها كبير، رفضتها. لكن لن تستطيع رفض الإيمان إلا إلى حين، لأن أكثر كفار الأرض فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. عندما أدركه الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذاً الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. بل إن كل أهل الأرض قاطبة ولا يستثنى منهم أحد، عند الموت يكتشفون الحقائق التي جاء بها الأنبياء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي بعد فوات الأوان. كل بطولتك أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان، وأنت حي وأنت قوي وأنت شاب، هنا البطولة. لكن أكثر الناس بعد 80 ما عاد في شيء يتحرك، بيلزم المساجد في ظاهرة جديدة. والله أنا أعتز بها، يعني أنا بسمع. ومرة شاهدت، يعني قبل 50 سنة من ترى في المسجد 80 فما فوق، هلا كله شباب. هي بطولة، هي هذا الشاب في مقتبل حياته، برمج حياته وفق الدين، اختار زوجة صالحة، اختار حرفة نافعة. فأولاً، قل متاع الدنيا قليل. مرة دخل روتشيلد، أكبر غني من أغنياء بريطانيا، كان يقرض الدولة، دخل إلى غرفة المال، ما عنده صندوق حديد، غرفة بكاملها، أغلق الباب خطأ،
صاح، خبط على الباب، ثم جرح أصبعه وكتب: أغنى أغنياء العالم يموت جوعاً، مات جائعاً. أخواننا الكرام، قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآن الحقيقة الدقيقة أن المتعة تحتاج إلى مال، من أجل أن تأكل أكل نفيس غالي، وأن تركب سيارة فارهة، وأن تسكن بيت واسع، وأن تكون لك دخل كبير، هي تحتاج إلى مال في الحياة الدنيا، وإلى صحة، وإلى وقت. وذكرت لكم سابقاً، دائماً في كل مرحلة من مراحل العمر تنقصك واحدة. في البدايات شب شديد عتيد قوي، بالتعبير العام درس طيب بيأكل، بس ما في مصدر. بمنتصف العمر أسس عمل، صار في دخل، وصار في صحة، وفي صحة، بس ما في وقت. قال لي واحد من كبار أغنياء الشام، قال لي: والله 33 سنة ما غادرت المعمل إلا مرة واحدة، جئت بسيارتي من اللاذقية، اشتريتها مع وجبة عرضت في اللاذقية، بس كل يوم بالمعمل. أنا بقول هذا قبره عمله. أنت لك نشاطات، بيقول يعني كلمة قديمة كثير لأرسطو، اللي ما عنده وقت فراغ يمارس فيه حاجاته الخاصة هذا ليس من بني البشر. إذا ما عندك وقت فراغ لست من بني البشر. عمل عمل، بيقول لك طلعت قبل ما يفيق الأولاد، رجعت بعد ما ناموا، خير إن شاء الله، ما عاد ذنب، فقدت أبوتك أنت. فدائما أخواننا الكرام دققوا، العمل الذي يأخذ كل وقتك أكبر خسارة. في وقت للزوجة، وقت للأولاد، وقت لطلب العلم، أنت بحاجة تحضر درس دين. فالعمل الذي يأخذ كل وقتك لا يعد ربحاً، يعد خسارة. فقل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لكن ألطف شيء بالموضوع أنه الشهوات مرتبة ترتيب عجيب بالقرآن. وكنت أتمنى أن تحضر دكتوراه في الترتيب القرآني. مثلا الله قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بدأ بالمرأة في موطن الشهوة، الآن في موطن الفداء. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الابن أغلى شيء بالفداء، هلأ بيخطفوا طفل بأجمل حالة يطلبوا مليونين، ما بيأخذ أبوه، ما بيأخذ أخوه، يأخذ ابنه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بعدين: وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. أما أول شيء الإبن. في موطن المعاونة: يوم يفر المرء من أخيه. الأب كبير والابن صغير، مين بيعاونه؟ أخوك. بموطن المعاونة بدأ بالأخ، بموطن الفدية بدأ بالابن، بموطن الاعتزاز بالأب. أخواننا الكرام، الآية الدقيقة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ الأرض شدتكم، بيتك، مركبتك. يعني الصحابة في بعض الغزوات من أصعب الغزوات بأيام الصيف، يعني في بعضهم بعض ضعاف الإيمان آثروا البقاء في المدينة، وقالوا للنبي الكريم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لذلك جاءه المنافقون ليعتذروا، 80 منافق، كل منافق أدى عذر بس مدروس، يعني مقبول، زوجته عم تولد مثلا، ولا كل واحد عنده إمكانية يقدم عذر قوي جدا، هو ما العذر غير صحيح. فقبلهم فقبل منهم جميعا إلا كعب، أمر بمقاطعته 50 يوما. هذا في إيمان، وأخطأ. أما البقية منافقون تركهم على نفاقهم. لذلك ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والله أعرف شخص وكان البيت 5 ملايين وبعشرات 15 و20 بالشهر، كان بيته 180 مليون، هو والد صديقي، 180 مليون بيته، يمكن أساس نصف ثمن البيت، رجل مليء. توفي في أيام الشتاء المطيرة، ولأنه والد صديقي لازم شيء يعني بشارك الجنازة، فتحوا القبر لقوا في مياه سوداء تجري مفتوحة، قناة مجاري على القبر، والأرض القبر كلها مياه سوداء. فسألوا ابنه قال له شو مساوي حطه؟ أنا بعرف بيته، بعرف الترف تبعه، بعرف مقتنياته السمينة، عنده تحف في تحفة مليون ليرة، تحفة يعني فازك صيني بس قريب السقف طوله، إحراماته كلها مهير تجي من فرنسا شحن جوي، بلاطه من إيطاليا بلاط البيت، شغلة مو معقولة إطلاقا. فلما توفي كان مكانه قبر في مياه مجاري. البطولة بالنهاية، والله في شخص يعني قدم خدمات للأمة، تقريبا رجل محسن كبير. في عنا الأسرة والعائلة وأوسع دائرة حوله، كل الشباب زوجه، كل شاب زواج وبيت، دخله كبير جدا، هالمال أنفقه بحياته. بالمناسبة لا حدا يوصي، أنا عندي شيء 20 وصية لم تنفذ، 20 وصية. والله بعرف واحد ترك 4 بنايات لأولاده، يعني حب يقيم لآخرته 25 ألف، 25 ألف والله ما أعطوني إياها، أنا وعد فيها واحد بعد ما حالي في شخص بحاجة لها، قال والله ما في حاجة، دخلوا عليه 25 ألف، ترك 4 بنايات، كل بناية 4 طوابق، الطابق 4 شقق. لا تعتمد على أحد، أنفق وأنت حي، هذا مالك، بعد الموت ما أحد ينفق عليه. أخواننا الكرام، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الإله يقول لك قليل لأنه أعد لك الكثير، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه نقولها كثيراً بس دقق فيها، ما لا عين رأت، أنت ماذا شاهدت في الدنيا؟ يمكن رحت على الحج مكة والمدينة، ممكن سافرت لأوروبا لباريس أو للندن فقط، فرؤيتك محدودة. أما سمعان بكوالالمبور مثلاً
عاصمة ماليزيا مثلاً أوسع، السماء أوسع والخاطر أوسع وأوسع، يمكن يجي ببالك مليار خاطر، واحد طوله مليون كيلومتر مثلاً، خاطر هذا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا العطاء الكبير، هذه الجنة الخالدة، هذا النعيم المقيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ادخلوها بسلام آمنين، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالبطولة أن تعقد الأمل على وعد الله عز وجل. والحقيقة الدقيقة أنه دائماً بل تحبون العاجلة، في شيء عن نار جاهز، بيت فخم، بس بيت بقرض ربوي، سيارة فارهة جاءتك هدية من أجل أن توافق على مناقصة، يعني ربح المشارك بمئات الملايين، أم قدم لك سيارة وعطاك إشارات أنه أنت تطلب لي قديش آخر رقم أنا بنزل عنه 100 دينار فقط، بتفقوا، هي مناقصة، تفضل عروض سراً، أقل رقم ما هو؟ بنزل 100 دينار عن الرقم، تفتح العروض، أخذنا أرخص واحد، بيكون مدفوع ثمنها، هي مقابل سيارة هي. فلذلك الدخل الحرام كثير جداً. من هو البطل؟ الذي يأخذ المال الحلال، هذا فيه بركة يبارك الله لك فيه. الآن في عنا يعني نهي إلهي ألا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أيام الإنسان يعني ينال من الله في الدنيا أشياء كثيرة، فاسق، فاجر، يحتقر أهل الإيمان، بعيد عن الدين، عقيدته فاسدة ودخله فلكي، وسياراته وبيته ومكانته الاجتماعية. فالله نهانا ألا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. تكفي الآية، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما هو الغرور؟ الغرور أن ترى الشيء بحجم أكبر من حجمه. فالله عز وجل نهانا عن أن نغتر بالدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان بيزين لك يا بكبرها بكبرها بكبرها، والإنسان بثانية واحدة يفقد كل شيء. الذي جمع بثمانين سنة يفقد في ثانية واحدة، وقف القلب خلاص، الأملاك المنقولة وغير المنقولة، والشركة التجارية العريقة، والاسم التجاري، وعنده بيتين ثلاثة، شيء بالعقبة وشيء عندنا بالشام، شيء بالساحل وشيء بالبرودان، كل هالمال والمتع هي منوطة بضربات القلب، كل شيء بتملكه على هي، وقف خلاص. واحد عنده فندق بباريس 80 طابق دائما ممتلئ، اشترى بأموال منهوبة، مات بحادث، كل شيء جمعه بينتهي بثانية واحدة. أما المؤمن يعني موعود، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لذلك كان سيدنا عمر بن عبد العزيز، والله هذا من خامس خلفاء الراشدين، كان إذا دخل إلى مجلس الحكم في له آية، كان يقرأ هذه الآية
أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تحكم، استعلي، استكبر، تمتع بالحياة الدنيا، افتخر على الآخرين، اشتري بيت 450 متر، كل ما أجي أضيف تعال فرجيك البيت، بقى هذا موظف عايف حاله، تفرجي 450 متر، ساكن 60 متر، شيء مضحك، هي رأس مال الدنيا فقط، الفرق بده يتباهى بالدنيا، في مليون طريق للتباهي، يتباهى بالعمل الصالح، ميل عمل طيب، يخدم الأمة، فبده يفتخر ببيته، بسيارته، بمركبته، بدخله. يكون جلسة عامة مثلاً شيء 20-30 شخص يحكي عن أرباحه، والله ما عجبني ربح السنة 3 ملايين ما بيكفوا، هذا عايش على 100 ألف كل السنة. فهالحكي اللي فيه افتخار هذا ما بيرضي الله عز وجل. لكم كلمة ثانية، في كلام يجتمع الناس كلهم عليك إن حكيت عن الله عز وجل. عود بجلسة اذكر الله بيطلعوا الكل مرتاحين. عود بجلسة احكي على الدخل وعلى النجاحات تبعك الخاصة، ما فيهم يوقفوا الناس، في شيء 3 موظفين قاعدين إن شاء الله يكفي معاشه لنص الشهر، وانت عم تحكي عن ملايين مملينة ما بصير. لا تتكلم كلام تحرق قلب الناس، تواضع، تكلم بالنعم المشتركة. والله في مليون موضوع تحكيه وتجمع القلوب كلها وما يحس حدا انه هو محروم. وفي كلام في يعني يحسس من حضر انه محروم هو. قل والله الآية من ادق الآيات، افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.